مساء النور شباب، أنا كل اللي قاعد يتابعوني. طبعا هذا الفيديو هو عبارة عن مقتطف لفيديو أكبر من عنده. رابط الفيديو راح تلاقوه بأعلى يمين الشاشة، الفيديو الأساسي. إذا كان هذا الفيديو مع المعلومات اللي بيه ما كانت كافية بالنسبة لكم وتريدون تتوسعون أكثر بمعلومات مشابهة لهذا الفيديو، فأنا أقرر على الرابط فوق وراح تحصلون على الفيديو الأساسي أو تلقوه أسفل بالديسكريبشن. شوفوا الفيديو. عندنا طبعا الموضوع الثاني اللي هو السكابيولا، العظمة الثانية اللي هي السكابيولا. هذا السكابيولا من الانتيريور سيرفيس راح نشوف انه هو صاير posterior to the thorax، هذا نسميه thorax، القفص الصدري، او thoracic cage، او يعني هو هذا القفص الصدري. طيب عندنا هذا فيكون posterior الى اوكي posterior للربس، ثاني هنا تحديدا وين راح نعرفه بالسيرفيس اناتومي. عندنا هنا طبعا عندنا هذا من البوستيرير، فنلاحظ انه شكله من البوستيرير هذا السباين او ذا سكابيولا. نتحدث عن السكابيولا بشكل تفصيلي اكثر، هو اكثر عظمة بها شيء مميز نتحدث عنه وبيه هواي تفاصيل. عندنا 3 بوردرز، اوكي عندنا هذا الميديال بوردر، هذا اللاترال بوردر، وهذا السوبريور بوردر. عندنا 3 انجلز، هذه السوبريور انجل، هذه اللاترال انجل، وهذه الانفيريور انجل. عندنا ايضا 3 processes، فهو عنده هذا الاكروميان، هذا الشيء هذا البروسيس او البروز نسميه الاكروميان، وعندنا هذا نسميه الكوركويد بروسيس، وعندنا هذا طبعا السباين اوكي او السكابيولر سباين، هذا السباين. عندنا 2 surfaces، طبعا عندنا anterior surface و posterior surface. اللي يميز البوستيريور سيرفيس اللي هو السباين اوكي اوف ذا سكابولا. عندنا طبعا ال 3 فوساي، فوسا معناته حفره، ففوساي معناته حفر، 3 حفر من الانتيرير. طبعا هاي كلها تشغل كل الانتيرير سيرفيس اللي هي سب سكابولار فوسا، اللي هي تعتبر الاوريجن اوف سب سكابولاريس ماسل. طيب عندنا ايضا من البوستيريور سيرفيس عندنا 2 فوساي اللي هن السوبرا سباينس فوسا والانفرا سباينس فوسا. ايضا عندنا 2 نوتس، 2 نوتس اللي هي طبعا هذه السوبرا سكابولار نوت، وعندنا هذه راح تكون هنا اللي هي سباينو انجلينويد نوتس، راح نتعرف عليها ان شاء الله بنهايه حديثنا عن السكابولا. عندنا طبعا 3 تيوبركلز، 2 راح نتعرف عليهم بالصورة اللي جاية، وال1 اوكي اللي هي هنا واضحة اكثر، فهذه اللي هي الدلتويد تيوبركل اوف ذا سباين. السباين راح نتحدث عنه اكثر ولكن بنهاية حديثنا عن السكابيولا. طيب عندنا هسه 2 كيرفز، الانتيرير كيرف اللي راح يكون شنو الانتيرير كيرف؟ راح يكون كونفكس، سوري كونكيف، والبوستيرير راح يكون كونفكس، اوكي كونفكس يعني محدب وكونكيف يعني مقعر بهذا المعنى. طبعا ال 3 تيوبركل عندنا هنا السوبرا اجلينويد تيوبركل والانفرا اجلينويد تيوبركل مثل ما قاعدين نشوف. هذا طبعا الاجلينويد كافيتي، هذا الاجلينويد كافيتي، وهذا كله نسميه الاجلينويد اوكي اللي هو يعتبر الهيد اوف ذا سكابولا، راح نتحدث عنه بعد شوي. عندنا طبعا عندنا هذا مثل ما قلت هذه السوبرا سكابولار نوت، عندنا طبعا هذا الجلينويد اوكي، هذا الجلينويد اللي هو الهيد اوف ذا سكابولا، هذا كله هو والسوبيريور سوبيريور والسوبرا والانفرا جلينويد تيوبركل والجلينويد كافيتي كلهن راح يكونن الهيد اوف ذا سكابولا. اما هذا كل الباقي فراح يمثل البودي اوف ذا سكابولا، وعندنا هذه اللي بالنص راح تصير النك اوف ذا سكابولا اللي هي ما بين الهيد والبودي. طيب النقطة الثالثة اللي هي سباين اوف ذا سكابولا، عندنا هذا السباين اوكي، هذا السباين مثل ما قاعد نشوف، هذا المفروض يكون النوتس هنا النوتس كونكتنج، ممكن نسميها يعني جريت اوكي جريت نوت اوف ذا سكابولا، ايضا لها هذا الاسم ولها اسم اللي هي سباينو جلينويد النوت اوكي، راح نشوفها مثل ما قلت بنهايه حديثنا عن السكابولا. وهذه التيوبركل اوف دلتويد تيوبركل اوف سكابولا.
عندنا طبعا هذه الحمرة مثل ما تعرفنا الحمرة أو الرد اللي هي الاتاتشمنت أو الأوريجنز أوف مسلز، وعندنا البلو راح تكون هي عبارة عن الانسيرشنز أوف مسلز مثل ما قاعد نشوف هنا أيضا بالهيومرس، أيضا عندنا انسيرشن أوريجن مثل ما قاعد نشوف هذه أيضا. الآن عندنا هذا الحديث هنا راح يكون عن السباين. السباين اللي هو يبلش من هنا هذا طبعا الأكروميان أوكي، وهذا هنا يعتبر السباين يعني هذا من القطع أوكي، هذا سباين وهذا أكروميان. ال كسباين أو السكابيولا مثل ما قاعد نشوف هذا السباين قاعد يكون شكله مثلث، خلي أرسم أفضل لأن هاي النقطة أحسها ما كانت واضحة بالمحاضرات اللي بيها تفاصيل، فهذا السباين أوكي راح أرسمه بهذه الطريقة، فهذا هو السباين. هذا من هنا هذا من هنا راح يكون هو عبارة عن ال posterior border، وهذا راح يكون ال lateral border، وهذا راح يكون ال anterior border. ال anterior border مثل ما قاعد نشوف متصل بال body of the scapula، هذا اوكي ال anterior border راح يتصل بال body of the scapula، هذا ال body of the scapula اوكي بهذا المعنى اوكي، هذا ال border اللي هو ال anterior border. ال posterior border راح يكون شنو؟ راح يكون ما متصل بشيء، راح يكون subcutaneous، راح يتصل ب muscles تعتبر ال origin several muscles. هذا الشيء راح نسميه ال crest of the scapula، يعني ال posterior border هو عبارة عن ال crest of the scapula crest of the spine. عندنا طبعا هذه هنا التيوبركل مثل ما قاعد نشوف، هذا طبعا هاي الرسمة مش واضحة او هاي الصورة مش واضحة بس انه وضحت باللي قبلها اللي هاي هنا راح تكون تيوبركل دوتويد تيوبركل. طيب عندنا هذه اللاترال بوردر اللي هي هذه ايضا همانتين، وهذه ايضا قاعد تكون شيء اسمه شايف هاي النوتس اوكي اللي تشبه هنا هاي السوبرا سكابيولر نوتس، فهذه النوتس اللي هي greater notch of the scapula هذه نسميها spinoglenoid notch اوكي spinoglenoid notch لان متكونه من السباين ومتكونه من الجلونويد فنسميها spinoglenoid notch بهذا المعنى. هذا كان كل شيء عن السكابيولا. طبعا اللي ما قاعد يفهم اللغه السريعه اللي قاعد اشرح بسرعه لان هذه المحاضره مراجعه، فاللي ما قاعد يفهم يقدر يحضر المحاضرات التفصيليه. طيب طبعا مثل ما قلت لكم انه هذا مو الفيديو الكامل، الفيديو الاساسي حتلقون الرابط مالته اسفل بالدسكربشن، ولا تنسوا اللايك وشير وسبسكرايب واشتركوا اكو قناة التليجرام دوت قدرون تشتركون بيها بالدسكربشن بوصف الفيديو، قدرون تشتركون بيها انشر بيها المعلومات اللي تكون بشكل سريع يعني مو الا اسوي عليها فيديو وينتظر الفيديو يمكن مدة يومين او ثلاثة يلا ينشر، فالمعلومات تكون سريعة ويعني غالبا انه المعلومات تكون وقت الامتحانات ايش لما ما يكون عندي وقت فانشر على قناة التليجرام. ان شاء الله اشياء تعجبكم دائما سواء كان بقناة اليوتيوب ولا قناة التليجرام، فاشتركوا بقناة التليجرام حتى يوصلكم كل جديد سريع. نلتقي بفيديو آخر.